السلام عليكم. سنطلق بحلقة هي الأهم عما يحدث في الكرة المصرية والعربية من إحصائيات وتفاصيل ستبيدة كتوبة. وكان من المفروض أن أخرج في هذه الحلقة وأتحدث عن كيان كبير له الكثير من الملايين من يحبه ويعشقه الكثير ومن ضده أيضا يحبه بعد فريقه وبعد ناديه. كان من المفروض أن أخرج وأتحدث عن كيان الدراويش وما يحدث من كوارث وأزمات مالية طاحنة في النادي و كوارث كبيرة بها الكثير وتؤثر على جمهور كبير، ولكن سنخرج في حلقة للإسماعيلي فقط. سنتحدث عن كل كوارث النادي مما تحدث ومن مشاكل مجلس الإدارة الحالي الذي جاء من أجل حل مشاكل النادي، ولكن عندما جلس على الكرسي انسى ده بالنسبة. ولكن اليوم معنا أيضا مشكلة كبيرة، وهي مشكلة المنتخب الوطني المصري وما حدث في مباراة غانا. وفي هذه الحلقة نتحدث عن كأس أمم أفريقيا والمنتخبات الوطنية، وسنتحدث وليس المنتخب المصري فقط يا صديقي، سنتحدث عن الجزائر والمغرب وتونس، وأيضا سنتحدث عن كأس آسيا والعشر منتخبات العربية التي تلعب في كأس آسيا ومن سيتأهل إلى المرحلة القادمة ومن بنسبة كبيرة أو ما هي حلول المنتخبات العربية في التأهل لدور الـ16. ولكن قبل ما نقول صلى على الرسول وعلى آله وصحبه وسلم، والبداية ستكون من خيبة أمل وكارثة تضرب المنتخب الوطني. وقلت في الحلقة اللي فاتت ما هي الحلول في ظل نشفان دماغ فيتوريا في الخطط الدفاعية الكارثية ولاعبي الدفاع الذي كان الأمس وفي مباراة الأمس مع غانا محمد القندوسي لاعب السهام يونايتد واللي قدم أداء أكثر من رائع في البريمير ليج، كان امبارح يتلاعب بدفاع منتخب مصر في وجود أحمد حجازي الذي جاء من رباط صليبي ولم يلعب في فترة كبيرة مع الاتحاد جدة، وفي آخر 4 جولات تم هزيمة اتحاد جدة في 4 جولات من 5 جولات. ده بالنسبة لي أحمد حجازي. محمد عبد المنعم لا يوجد انسجام بينه وبين أحمد حجازي، قلنا ياسر إبراهيم الأقرب. نتمنى الأفضل للمنتخب الوطني، ولكن ما هي الحلول لأن يخرج أو أن يذهب إلى دور الـ16 المنتخب الوطني في ظل مشاكل فيتوريا وعن إصابة محمد صلاح؟ عشان كله طالع يلوم محمد صلاح ويقول لك محمد صلاح بيمثل. هيمثل ليه؟ هو مستني مننا ايه عشان يمثل؟ ده بيمثلش مع ليفربول، هيمثل مع منتخب بلده. يعني اللي يقول كلام يقوله هو عقله كده. الراجل طالع متصاب، والنهارده يورجن كلوب نفسه طالع بيقول لك اصابه صلاح صدمتني و وتابع تطور حالة محمد صلاح. ده بالنسبة لكلوب نفسه اللي محتاجه أكتر من المنتخب الوطني، ويتمنى كلوب إن المنتخب الوطني يرحل سريعا من دور المجموعات عشان صلاح عنده انتصاب في البريمير ليج وعنده كأس أوروبا انتصاب، عنده مباريات هامة ومباريات ما فيهاش كلام، كأس أوروبا مصري وبريمير ليج. ففي كوارث بتقابل كلوب محتاج صلاح، فصلاح هيتعمل له اشاعات وكشف طبي وهيشوفه حالته ان كان هيقدر يلعب مباراه الراس الاخضر الذي فايز في هذا الوقت على موزمبيق بهدف لا شيء لبيبي في الدقيقه 32. ده بالنسبه لي طبعا في حاله فوز مصر لابد ان تفوز في لقاء الراس الاخضر، لابد ان تفوز عشان تصعد لدور الـ16. لا يوجد مفر من الفوز. ده بالنسبة للمنتخب الوطني المصري. طلعنا والبداية كانت من محمد رمضان، يعني هي البداية محمد رمضان، فيعني كل سنة وانت طيب. وبعد كده يا باشا فودافون واعلانات والناس دي جايه تعمل اعلانات وجايه تعمل مصالح، مفيش تفكير في كرة ومفيش تركيز. انت واخد البطولة دي 7 مرات، واخد البطولة دي 7 مرات، انت مقابل غانا 22 مرة فزت عليها في 10 وتعادلت في 6 وتهزمت في 6. وتكلمنا وقلنا
موزمبيق. كان في توقعاتنا حاجة تانية لهذه المجاميع، ما حدث شيء تاني غير اللي في الحسبان، كله توقع. مجموعة مصر تأهل، منتخب مصر ومنتخب غانا رسميا، ورحيل كل من موزمبيق والرأس الأرض اللي هي كفالي، اللي هي دلوقتي عاملة رومونتادا وهي أول مجموعة بثلاثة بونت. وفي حالة فوزها في هذا اللقاء اليوم مع موزمبيق، اللي هي حاليا كسبانة موزمبيق 1-0، يبقى رسميا كده الرأس الأخضر 6 بونت، يليه منتخب مصر ب2 بونت، يليه موزمبيق ببونت واحد، يليه غانا ببونت واحد. ده بالنسبة في حالة فوز مصر المباراة الجاية على الرأس الأخضر اللي هو متصدر المجموعة، هيبقى 6 بونت، وهتبقى منتخب مصر أيضا 5 بونت. هتأهل رسمي، هيبقى مباراة موزمبيق وغانا تحصيل حاصل، بس في حالة فوز المنتخب الوطني. ممكن من الاثنين موزمبيق وغانا يبقى من أفضل توالد، ممكن ده حسب نسب التهديف، حسب الأداء، حسب في ناس متخصصة بالكلام ده بالنسبة للمنتخب الوطني ومجموعة المنتخب، فلا مفر من الفوز ده بالنسبة للمنتخب. طبعا عشان من عشان احنا معانا اسود الاطلس، اسود الاطلس ليهم المفروض حلقة لوحدهم صراحة يعني، تمام، على اللي هم بيأدوه، هم كل واحد ياخد حقه بما يرضي الله، تمام. طبعا غدا ستقام مباريات هامة بالنسبة للمنتخبات العربية في أمم أفريقيا. الجزائر سوف تلعب غدا أمام بوركينا فاسو. بوركينا فاسو الذي فاز في المباراة الأولى له أمام موريتانيا، موريتانيا يعني، بس احنا مش هنلوم موريتانيا لأن موريتانيا كأفريقيا ما فيش حسابات لموريتانيا، ولكن المنتخب الجزائري الذي تعادل في المباراة الأولى أمام أنغولا بهدف مقابل هدف، ولا ننسى أن أنغولا فيها اللاعب الداهية مابولولو لاعب الاتحاد السكندري وهداف صراحة، هذا هو كان هداف المصري الموسم الماضي وحتى الآن في الموسم الحالي يقترب من أن يكون هداف الدوري، ده بالنسبة لمابولولو. طبعا مجموعة الجزائر، جزائر قدامها لسه ما نقدرش نلوم الجزائر دلوقتي في أي حاجة، لأن الجزائر لعبت جولة واحدة وتعادلت في أول جولة. في حالة فوزها غدا على بوركينا فاسو ستكون هي أول المجموعة رسميا. ترتيب المجموعة قبل انطلاق مواجهات غدا أو الجولة الثانية، بوركينا فاسو لديه 3 نقاط بفوز على موريتانيا، يلي الجزائر بونت، أنجولا بونت، وموريتانيا لا يوجد أي نقطة. بالنسبة أيضا لغدا تونس والمنتخب العربي التونسي لديه مباراة أمام منتخب مالي الذي طبعا في المباراة الماضية انهزم تونس من مباراة كانت الأقوى بالنسبة للمنتخب التونسي، ده بالنسبة للمنتخب التونسي كانت مباراة رديئة تونس للمنتخب التونسي أو الفرق اللي بتقابل المنتخب تونس. احنا نتمنى المنتخبات العربية الأفضل، نتمنى المنتخبات العربية أن تكون في المكانة التي تليق بها. عندها غدا مباراة صعبة جدا أمام منتخب مالي أول هذه المجموعة ب3 نقاط، تمام. طبعا أسود الأطلس، ولابد أن نحيي هذا الفريق ونرفع له القبعة. أسود الأطلس مش جاي عشان تهزر، أسود الأطلس جاية تعمل نتيجة، جاية تعمل أداء، جاية تبحث عن بطولة. طبعا أسود الأطلس في أول لقاء له المنتخب المغربي يفوز على تنزانيا ب3 أهداف مقابل لا شيء. لديه مقابلة بعد غدا يوم الأحد القادم، سوف يقابل فريق كونغو. طبعا ترتيب مجموعة المغرب، متصدر المغرب هو أسود الأطلس، هم متصدرين مجموعتهم برصيد 3 نقاط، يلي زامبيا ويلي كل من منتخب الكونغو الديمقراطية وتنزانيا.
ده بالنسبة لأمم أفريقيا وما يحدث في أمم أفريقيا. نتمنى المنتخبات العربية الأفضل، نتمنى المنتخبات العربية أن تكون في مكانها. وعندما نلوم المنتخب الوطني المصري والكل يهاجم المنتخب الوطني المصري، لأني نحن نعلم أن المنتخب الوطني المصري لديه الكثير والكثير. ده بالنسبة لي المنتخبات في أمم أفريقيا. بالنسبة للمنتخبات في آسيا، طبعا البداية ستكون من المستضيف للبطولة المنتخب القطري العنيد، أو المنتخب القطري القوي الذي يحصد بطاقة التأهل لدور ال 16 رسميا قبل الجولة الأخيرة، بعد فوزه في أول جولة على المنتخب اللبناني ب3 أهداف مقابل لا شيء، وفوزه في الجولة الثانية على منتخب قزاقستان بهدف لا شيء. اذا كده مش لازم ان انت تروح تلعب بقى، خلاص الجولة الأخيرة انت كده 100 100 ومتصدر المجموعة بدون أدنى مشكلة. طبعا ترتيب المجموعة: قطر 6 بونت، يلي الصين 2 بونت، قزاقستان بونت واحد، والصين بونت واحد. ده بالنسبة ل آسف قزاقستان. منتخب لبنان لا يوجد له غير بونت واحد، ده بالنسبة للمنتخب أو المجموعة الأولى في كأس آسيا. المجموعة الثانية الذي بها منتخب سوريا، الذي خذلنا صراحة من لعب جولتين حتى الآن، حصد على نقطة واحدة هزيمة وتعادل. ده بالنسبة لمجموعة المنتخب السوري الذي يتصدر هذه المجموعة، المنتخب الأسترالي ب6 نقاط وتأهل رسميا إلى دور ال 16، يلي أوزبكستان 4 بونت، سوريا بونت واحد، والهند. الهند روح العب كراكت وسيبك من كرة القدم، خليك أنت في الكراكت وسيبك من كرة القدم، عشان كرة القدم أنت مالكش فيها خالص. ده بالنسبة للهند. المجموعة الثالثة اللي بها منتخبين، 3 منتخبات عربية، وهم بها منتخب الإمارات والمنتخب الفلسطيني ومنتخب إيران. تمام، ده بالنسبة للمجموعة الثالثة الذي يتصدرها المنتخب الإماراتي ب4 نقاط، يلي المنتخب الإيراني 3 نقاط، والمنتخب الفلسطيني الذي لا نلومه بكل معنى الكلمة وكل ما يحدث، فأنت تعلم وأنا أعلم ماذا يحدث في الأراضي الفلسطينية. وأخيرا وآخر هذه المجموعة هو منتخب هونج كونج. ده بالنسبة سريعا كده مباريات اليوم، وهي التي الجميع ينتظر أن يعرف مباراة اليوم عشان الناس اللي بتتابع في أمم أفريقيا في الرابعة، وتقام الآن في هذا التوقيت مباراة الرأس الأخضر الذي متفوق في هذا التوقيت على موزمبيق بهدف لا شيء لبابي. ده بالنسبة مش لمبابي، لا اسمه هو اسمه لاعب اسمه مبابي. ده بالنسبة ل الرأس الأخضر وموزمبيق. في السابعة سيتقابل منتخب السنغال مع منتخب الكاميرون، مباراة لا تقبل القسم على 2، مباراة قوية جدا السنغال والكاميرون. وفي العاشرة مساء غينيا ستقابل غامبيا. ده بالنسبة لأفريقيا. بالنسبة لمباراة آسيا وهي الأهم، في الواحدة والنصف فاز المنتخب العراقي الذي نرفع له القبعة، فاز فوزا أكثر من رأيا عن المنتخب الياباني ب2 مقابل 1. وفي الرابعة والنصف ستقام في هذا التوقيت مباراة فيتنام وأندونيسيا. وفي السابعة والنصف ستقام مباراة المنتخب الإيراني الذي نتمنى له الإنجازات والمزيد من أن يتصدر هذه المجموعة مثل منتخب الإمارات ومنتخب هونج كونج. إيران وهونج كونج في السابعة والنصف. أتمنى من كل حبايب الحريف في كل مكان تكون الحلقة عجبتك وتكون وصلتك كل الأخبار وعرفت كل ما يدور في الكرة المصرية والعربية من إحصائيات وتفاصيل، ولكن بيطلب منك كتير يا صديقي لايكك اشتراكك سبسكرايب عشان نفضل متواصلين وعشان تفضل متابعين أول بأول. مقدرش غير أقول لك يوم سعيد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.